منذ قليل يعني المرجعية الإسلامية المقاومة. احنا في تونس الإسلاميين مهم جدا، نذكر مشاهد علي بن خليفة، وانا دائما اتشرف نقول ان جدي جد والدي كان ممن رحل مع علي بن خليفة عام 1000 صيفة 1880 لليبيا، مشوا قرابة يكون 40,000 توانسة رفضوا الحماية، بحيث جدي انها رجع كان عام 11 عام استعمارات اليمن. علي بن خليفة كان شيخ زاوية صوفية، علي بن خليفة نعم، علي بن غزاهم نفسه كان شيخ زاوية صوفية، يعني وأنت المتخصص يا حسين، يا أستاذ حسين زيد خويا الغالي، عمر المختار شيخ زاوية، نعم عبد الكريم الخطابي، كل رموز المقاومة في سوريا، يعني حرب 36، يعني القسام نعم، وقادة المقاومة يعني في معناها فلسطين، كل رموز المقاومة أو أبرز رموز المقاومة، مقاومة الإنجليز، مقاومة الفرنسيس، مقاومة الفاشيست الطليان، مقاومة هذا من كلهم مشائخ ومرجعيتهم إسلامية. يعني اللي نحب ونفهمه هو هذا، أنه فما مغالطات، نحن لأنه استاذي حلقتنا الليلة ويعني قلت دروس المقاومة أو دروس ملحمة 7 أكتوبر، نعم هو تصحيح المفاهيم. بعض الناس كما قلت لك التوى كيف يتحدث على مقاومة إسلامية ومقاومة وطنية، هذا غلط، هذا كلام غلط، هم كلهم مقاومة يعني وطنية، لكن واحد عنده مرجعيات ماركسية، واحد عنده مرجعيات نعم إسلامية، واحد عنده يعني مرجعيات عروبية، لكن كلهم وطنيون. ايش معناها وطني سيد حسين؟ اصلا وطني يعني دافع الأرض، حماس ودافع عن فلسطين تعلنها، وعندما تخاطب الناس تابع أبو عبيدة عندما يتحدث يخاطب المسلمين ويخاطب العرب، يعني ينتمي إلى أمة عربية، عندما يخاطب العرب يعني يحرروا أرضكم، حرروا يعني فلسطين، عندما يتكلم عن الأقصى، يتكلم عن يعني عن فلسطين، يتكلم عن الأرض، يتكلم عن الأرض، يعني المسلم مشروع التحرر العربي. نعم نعم يعني أخي أنه يجيش الناس من مرجعيات الأرض والعرض، عندما يحدثهم عن دينهم لا يقول لهم عمرك سمعتش أنه يتكلم على كفار، عمره ما قال كفار، معناها يقول لك هؤلاء غزاة. يعني نستمع فيها في بلاتوات للأسف الشديد الصباح والمساء هذه محاولة الربط ويعني كرهك في دينك متاعك. لا، الإسلام عنده محاميل تحررية عكس التحول، هذا بذفرين حاجة الإسلام أن يكون جامدا في السواك، وشفناهم حزب النور فشعنوا الآن يغطون في نوم عميق.